أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. من موقع الهيانات، منظمة العفو الدولية تطالب السلطات الحكومية بالكف الفوري عن استخدام القوة ضد المتظاهرين. من صحيفة المدى، الجيش ينسحب من مدينة الصدر واعتقالات في ذي قرمسان. ومن العرب اللندنية، إيران تحشد وكلاءها للتصدي لمؤامرة في العراق. من موقع كتابات، الجيش العراقي يعترف أخيرا باستخدام القوة المفرطة في وجه المتظاهرين. ومن الشرق الأوسط، ضوء أخضر أمريكي وتفهم روسي لتوغل تركي شرقي الفرات. ومن صحيفة القدس العربي، احتجاجات العراق تمتد لمدينة الصدر. وأخيرا من العربي الجديد، تركيا ترسل تعزيزات إلى وحداتها استعدادا للعملية العسكرية شمال سوريا. أهلا بكم. نبدأ من الشأن العراقي وانتفاضة تشرين. يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى: ضحكت وأنا أستمع لخطاب السيد فلاح الفياض الذي أكد فيه أنه لديه معلومات عن مؤامرة قادها المتظاهرون. أثبتت الوقائع أن معظم مسؤولين يسعون كل يوم إلى أن يقودوا البلاد والعبادة إلى هوة سحيقة. لقد اتضح للجميع أن لهذا الشعب خصما واحدا يجلس تحت قبة البرلمان الآن يمارس العبث والصراخ. ولم ينسى الفياض أن يذكرنا بالدماء التي سالت منه لكي يبقى العراقيون ينعمون بخيرات ديمقراطية الرصاص الحي التي فاضت ليصل عدد قتلى التظاهرات إلى أكثر من 110 شهداء، والمصابون تجاوزوا 4000. أما المعتقلون فالأرقام موجودة في جيب سترة السيد مستشار الأمن الوطني. إذن علينا أن نسبح بحمد قادة البلاد لأنهم وافقوا أخيراً على أن يسمحوا للعراقيين بتصفح الإنترنت. مضحك أن يتحدث الجميع عن المؤامرة التي تقودها الإمبريالية ضد العراق الذي دخل في سباق تنافسي مع اليابان وسنغافورة على المراكز الأولى في التنمية والازدهار، والأرقام تشهد 6 ملايين عاطل و4 ملايين نازح، البعض منهم لا يزال يعيش في المخيمات، أكثر من 2 مليوني أرملة، أكثر من 5 ملايين يتيم، 40% من الشعب تحت خط الفقر. الديون الخارجية وصلت لأرقام فلكية، أما الضحايا فالأرقام أيضا متروكة لمكتب السيد الفياض. محزن أن تظاهرات الشباب في بغداد ومدن الجنوب وسعيهم للإصلاح ينتهي أمرها بأحاديث مضحكة عن المؤامرات، فيما شباب التظاهرات البعض منهم معتقل والآخر قتل في وضح النهار، والبعض الآخر مطارد لأن الجارة العزيزة تريد أن يظل رموز الديمقراطية العراقية جاثمون على الصدور. السخرية من مطالب الناس هي الحقيقة الوحيدة الثابتة، حتى وإن حاول البعض الضحك علينا بتصريحات وشعارات عن الإصلاح ومحاسبة الفاسدين. يقول الكاتب: هكذا تحولت الديمقراطية في العراق من ممارسة حضارية تستند إلى القانون ووسيلة لخدمة الناس إلى حروب تضع البلاد في قاع الهمجية والتخلف والعصبية الطائفية، عروض ملت منها الناس لأنها حولت مجلس النواب الذي أراد له العراقيون أن يكون مكانا يجتمع فيه ذوي الخبرة والكفاءات إلى مزاد للمناصب وعرض سيء للأصوات العالية وتخريف في العمل السياسي، لتغيب القضايا التي تهم الناس ويحل محلها صراع من أجل الاستحواذ على ما تبقى من تقاسم المناصب والمكاسب. ملأ العراقيون الوعود وسئموا المبررات، أدركوا أن السياسيين وقبلهم رجال الدين يستغلونهم أبشع استغلال، أيقنوا أنهم تنازلوا عن كل ما يستحق في حياتهم لأجل من لا يستحق. بهاء العوام يكتب في صحيفة العرب اللندنية:
أنه منذ أن خرجت المظاهرات الشعبية الأخيرة في العراق تسابقت الأقلام والأصوات لتحليلها ومعرفة أسبابها، ومع كل رأي وقراءة يحاكم المتظاهرون ويصنفون وفقا للمحرض أو المستهدف، ليسمى الحراك ثورة ضد إيران أو ضد الولايات المتحدة أو ضد الفساد أو الطائفية أو أي شيء آخر. تصنيف ثورة كالتي تحدث في العراق هو بحد ذاته محاولة لاحتوائها ووأدها، ذلك لأن التصنيف يجعلها حكراً على فئة دون الأخرى ويفرغها من عنوانها الوطني الذي يتجاوز وكلاء طهران وواشنطن في البلاد، ويفوق أيضاً مشكلة واحدة مهما بلغ حجمها مثل الفساد والطائفية. العراقيون ثاروا على عقود من الضياع عاشتها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، ثاروا على أنفسهم لأنهم جميعاً ساهموا بما وصل إليه العراق، بعضهم ساهم بصمته ومجاراته للأخطاء، والبعض الآخر ساعد بتبعيته وعمالته، سواء كان لإيران أو الولايات المتحدة أو لجهات داخلية متطرفة. من يريد تسمية الثورة في العراق هو من يريد إخمادها، فعندما تكتسي الثورة تصنيفاً وتوجهاً تفقد شعبيتها، وعندما تفقد شعبيتها تنتهي عفويتها وتخرج من بين صفوفها مجموعة من الأشخاص يتحولون إلى قادة للحراك، وتتلقفهم الطبقة السياسية للتفاوض معهم حول مطالب الثورة. الحديث عن مطالب مشتركة لعشرات الآلاف من البشر يتظاهرون في الشوارع هو محض ادعاء وافتراء. المشترك الوحيد بين هؤلاء هو الوطن الضائع، ولا يعود وطن ضائع بعشرات الوحدات السكنية أو مجموعة من الوظائف أو حفنة دولارات تسد رمق العاطلين عن العمل وتوفر لهم الخبز. لم يخرج العراقيون من أجل هذه المكرمات من ساسة البلاد وقادتها الفاسدين، لم يواجهوا الموت من أجل هبات أولئك الذين يبيعون ويشترون بالعراق كل يوم، لم يلبسوا أمهاتهم وعائلاتهم الحداد من أجل أن يشبع أولادهم الآن، وتجوع أجيال وأجيال لعقود طويلة كما حدث بعد عام 2003. مل العراقيون الوعود وسئموا المبررات، أدركوا أن السياسيين وقبلهم رجال الدين يستغلونهم أبشع استغلال، وأيقنوا أنهم تنازلوا عن كل ما يستحق في حياتهم لأجل من لا يستحق. بسبب قادتهم تأخروا في التعليم والاقتصاد والحضارة، وتحولوا إلى دولة من دون سيادة وشعب من دون حياة كما يقول الكاتب. إذا كان خروج شباب البلاد العربية إلى الشوارع احتجاجاً وثورة قد فاجأ العالم في عام 2011 وتكاتفت لإعادة تشكيله وصيغته وفق المطلوب الحكومات المحلية المستبدة والقوى الإقليمية والعالمية، فإن انتفاضة الشباب العراقي الحالية في يومها الثامن لم تفاجئ أحد، وهي محاولات لإجهاض أو هي محاولات إجهاض جارية لها كما سابقاتها من قبل عدة جهات متداخلة بتوليفة ميليشياوية سياسية دينية محلية وإقليمية وحجج معجونة بالفساد المحلي والدولي. هذا ما جاء في مقال للكاتبة هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي. قائمة المظاهرات السابقة طويلة وتمتد من شمال العراق إلى جنوبه منذ غزوه واحتلاله عام 2003، وفي كل مرة يسقط فيها الشهداء تتستر الحكومة وقادة الأحزاب المستفيدة باتهامات جاهزة، احتجاجات واعتصامات أعوام 2011-2013 في الفلوجة والحويجة والرمادي والموصل تم وصفها بالإرهاب وإنها بتنفيذ القاعدة. متظاهرو البصرة في العام الماضي وصفهم حزب الدعوة الإسلامي الشيعي بأنهم مجرمون آثمون داعشيون بعثيون ويجب أن يعاقبوا، واتهم رئيس الوزراء السابق حيدر العباد المتظاهرين في أيلول سبتمبر 2015 بالعمالة لقوة خارجية تريد استهداف الدولة. على مدى السنوات أثبتت حكومات العملية السياسية أنها لا تكتفي بإهمال مطالب المتظاهرين وإطلاق النار عليهم أو رمي مدنهم بالبراميل الحارقة، بل
تواصل تكميم أصواتهم عبر اعتقال واغتيال الناشطين والعقاب الجماعي، ولجأت في العام الماضي لقطع الإنترنت عدة أيام منعا للتواصل الاجتماعي وإيصال أخبار الانتهاكات والجرائم إلى العالم الخارجي. مع ذلك ينهض العراق في كل مرة من رماد القمع والإرهاب لينتفض ويدفع في كل مرة دماء أبنائه قربانا من أجل عراق حر موحد، ليتخلص من نظام فاسد مبني على طائفية أسسها المحتل الأنجلو أمريكي، الطائفية التي أرادوا بواسطتها تقسيم الأهل والأرض، وها هم المتظاهرون يغسلونها بدمائهم من على وجه العراق المحتفي دوما بكل أهله. شكل الحاكم الأمريكي في العراق بعد الاحتلال في عام 2003 بول بريمر النظام العراقي على أسس طائفية، وفيه غلبة للطائفية الشيعية على بقية المكونات، وللكرد إقليم شبه مستقل، أراد بذلك تفكيك العراق وجعله بلدا قابلا للتشظي والحروب الأهلية في أي لحظة ثورية أو أزمة مجتمعية أو سياسية، أي أن وظيفة النظام الطائفي الديمقراطي الفيدرالي تدمير الدولة العراقية ومنع انبعاثها كدولة وطنية مجددا. مقال للكاتب عمار ديوب في صحيفة العرب الجديد. عمت المظاهرات مدنا كثيرة وعوملت بعنف شديد، وارتفع عدد القتلى بشكل كبير، وهناك تحليلات تقول إن القناصة والذين قتلوا متظاهرين عراقيين عناصر من الميليشيات التي شكلت قيادتها غرفة عمليات لقمع المظاهرات والإجهاز عليها. ويبدو من الصعب ضبط الوضع الاجتماعي المتفجر، ووعود رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تشبه وعود من سبقوه من رؤساء الحكومات للتخدير. ويعرف العراقيون أن عائدات العراق سنوياً تزيد عن 100 مليار دولار، وتتحدث تقارير عن سرقة أكثر من 400 مليار دولار، والفساد منظومة متكاملة في هذا البلد، وهو ما تسبب بانهيار كل أنواع الخدمات: التعليم، المشافي، الطرق، الكهرباء، السكن، البطالة. وما قاله عبد المهدي ورئيس البرلمان عن راتب شهري لكل من العاطلين عن العمل وإعادة المفصولين عن العمل إلى أعمالهم، والنظر في مسألة المساكن البديلة وبما يتعلق بالزراعة والصناعة ليس هو الحل. إذن لم تعد القضية اقتصادية فقط، فالمطالب الآن ترفض النظام البرلماني الطائفي وتريد نظاما رئاسيا وطنيا أو برلمانيا وطنيا، وهناك مطالب سيادية تستهدف إنهاء الهيمنة الإيرانية على العراق. وهذه الاحتجاجات ليست الأولى، وقد تفجرت مثلها في كل المدن العراقية سابقا، وبالتالي أصبحت قضية المظاهرات هي إعادة تشكيل كل النظام السياسي في البلاد وإلغاء الدستور الذي أشرف عليه بول بريمر بنفسه، وهذا مطلب كبير لثورة لا يعرف لها رأس وقيادة وبرنامج محدد. على مدى السنوات الأخيرة كانت مدن العراق وخاصة في الجنوب تشهد مظاهرات احتجاجية، وخاصة خلال فصل الصيف الحارق مع انقطاع التيار الكهربائي، ولكن المظاهرات الاحتجاجية الراهنة بعفويتها وشيوعها واستمرارها وكونها غير منظمة من قبل قوى سياسية ودينية معروفة ومطالبها الوطنية وصرخة شبابها نريد وطن تمثل نقلة نوعية عن المظاهرات السابقة. مقال للكاتب هشام ملحم في موقع الحرة عراق. هذه المرة بدأت التظاهرات السلمية ضد الفساد وانعدام الخدمات الأساسية والنفوذ الإيراني الخانق، ولكنها بعد أن ردت السلطات بعنف غير مبرر وحصدت برصاصها أكثر من 100 قتيل وستة آلاف جريح، تحولت إلى رفض لمجمل التركيبة الحاكمة منذ 16 سنة، أي منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. أي فراغ سياسي أمريكي سوف تستغله إيران، التي تريد أن توحي للعراقيين ولجيرانهم أنها أصبحت الطرف الخارجي الأكثر نفوذاً في عملية صياغة مستقبل بلاد الرافدين. على الرغم من أن العراق
اليوم بنظامه السياسي المتصدع ومطالب شبابه بإصلاح بنيوي وجذري على الصعيدين السياسي والاقتصادي يقترب من نزاع أهلي واسع، إلا أن الولايات المتحدة لم تتحرك بعد أسبوع كامل بطريقة توحي أنها تعتزم التأثير على القوى العراقية لكبح الجنوح نحو نزاع أهلي شامل يهدد مستقبل دولة قتل فيها حوالي 4500 عسكري أمريكي وجرح أكثر من 30,000، وأنفقت فيه الحكومات الأمريكية حوالي تريليوني دولار. يقول الكاتب: القوى السياسية والدينية في المجتمع العراقي المستفيدة من الوضع الراهن سياسيا واقتصاديا أصبح لها جذور عميقة، وهي قادرة على غياب احتكار الدولة للقوة العسكرية على إعاقة أو تقويض أو حتى تفجير أي محاولة إصلاحية جذرية يمكن أن تهدد ولو نظريا هيمنتها على النظام السياسي. معظم هذه القوى لا تستطيع أن تقول إنها تتمتع بصدقية في أوساط الرأي العام العراقي. لن يكون مجدياً البحث عن هوية الشرارة الأولى لمظاهرات العراق غير المسبوقة. الشرارة في هذه الحالة مجرد ذريعة ليأخذ الغضب مساره نحو التعبير الحاد عن عمق الأزمة التي تضرب النظام السياسي العراقي المولودة ما بعد عام 2003. عن مظاهرات العراق كتب نديم قطيش في صحيفة الشرق الأوسط: تكاد تكون المرة الأولى التي يخرج فيها الشارع العراقي في المدن الشيعية الجنوبية وبغداد من دون تحريك وقيادة وتوجيه من الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، الذي تعد حكومة عادل عبد المهدي حكومته قبل غيره من الأحزاب الشيعية الأخرى، ومن خرج مدفوعاً بانسداد الأفق الاقتصادي والاجتماعي أمامه سرعان ما صب جام غضبه على النخبة الشيعية الحاكمة وارتباطها بإيران التي أحرقت إعلامها بأيد شيعية وفي شوارع شيعية، وأزيلت ومزقت صور قادتها بدءاً بالمرشد علي خامنئي. هذا الاختلاط في العناوين والتدافع المطلبي، إذ يؤكد الطبيعة التلقائية والصفة الاستقلالية للمظاهرات، إلا أنه يؤشر إلى عمق واستفحال الأزمة التي يواجهها العراق، بما يجعل من مخارج تغيير الحكومة أو المداواة ببعض القرارات التنفيذية ضرباً من ضروب اليأس ليس إلا. الجذرية أو جذرية التحرك في العراق تأتي من كون الانتفاضة جلها من مناطق حاضنة للأحزاب بجمهورها ومدنها وشوارعها ضد حكم في غالبيته موال لإيران الشيعية. لا مجال هنا لتلبيس المتظاهرين صفات ليست لهم، فهم ليسوا دواعش ولا أمريكيين، هم شيعة في أغلبهم، والأهم هم عراقيون يبحثون عن وطن بسيط لا يعطشون فيه على ضفاف دجلة والفرات. مرشد إيران ينضم إلى التحشيد الطائفي على تويتر تحت شعار الحسين يجمعنا، باللعب على الوتر الطائفي العاطفي للعراقيين. حطم العراقيون الصنم، فلم يحدث أن حصد مرشد إيران علي خامنئي شتائم وانتقادات كتلك التي حصل عليها بعد نشره تغريدة تتحدث عن مؤامرة لتفريق الشعبين الإيراني والعراقي. ويحاول خامنئي عبر شعار الحسين يجمعنا اللعب على الوتر العاطفي للعراقيين الذين يكنون حبا واحتراما كبيرين للحسين وآل البيت. وكانت إيران نصبت نفسها منذ سنوات وصية على حب آل البيت وربطته بالولاء لها، وتراهن إيران على سحق الانتفاضة العراقية عبر التحشيد الطائفي، خاصة مع اقتراب أربعينية الحسين التي تصادف السبت القادم. والآن نتابع الكاريكاتير.
بهذا وصلنا إلى الختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.